مساء الخير عليكم، معاكم مروان من ذا ليزي بويز. الفترة اللي فاتت كانت جات لنا كذا استفسار على الماسنجر بيسألوا على الدي ان ايه والاي سكرايب وازاي اتعامل معاه والكلام ده كله. قعدنا دعبسنا انا وكريم شوية لحد ما لقينا ان مفيش احسن من واحد من اقدم الناس في اسكندرية، يعني ما كانتش في مصر كلها، يفيدنا في الموضوع ده. الفيديو ده هيكون دي ان ايه بيجنر جايد. تعالى نتعرف على هيثم ونشوف هيقول لنا ايه. ازيك يا هيثم؟ مرحبا، عامل ايه؟ عامل ايه يا اخبار؟ معلش شرفناك من الجيم النهارده. لا مفيش مشكلة، تمرين النهارده بس بالراحة علينا النهارده واحدة واحدة. عامل ايه؟ كله تمام. ممكن تعرف الناس بنفسك؟ ازيكم يا جماعة، أنا اسمي هيثم محمد. أنا ابتديت فيبنج تقريبا بقالي 5 سنين. ابتديت بحاجات عبيطة زي الناس كلها ما ابتدت، وابتديت إن أنا أقرأ وأشوف ريفيوهات وأشوف حاجات كتير لغاية لما وصلت للي أنا فيه النهارده. تازك على الجيم ولا البيت؟ لا البيت. اسمع، احنا جايبينك النهارده عشان بصراحه نسالك يعني ايه مد دي ان ايه. بص يا مر، هو مفيش حاجه اسمها مد دي ان ايه. هي دي ان ايه دي تشيب موجوده جوه المد بانواع كتير، تمام؟ بوكسر، ريبل، لاست فيب، الحاجات ديت كلها. فنقف هنا بس شويه ونقول ان هي دي ان ايه ديت هي تشيب موجوده جوه المد زي بقيه المدات اللي موجوده، بس بسمارت واي شويه. ده الفكره، دي الفكره عامه، دي الفكره المين يعني بالزبط. اللي بتفرق بينها وبين اي مود. بالظبط. طب ايه اللي بيفرق الدي ان ايه عن اي مود تاني؟ يعني ايه الفكره في الدي ان ايه؟ الفكره بتاعت الدي ان ايه اللي هو زي ما انا قلت هو تشيب كومبليكيتد شويه، تمام؟ سمارت جدا. الرامب اب بتاعتها من الضربه بتاعت الفاير للكويل تبقى اسرع من اي مود تاني موجود في السوق، تمام؟ يمكن القريب من المود بتاعت الدي ان ايه هو الجيني تشيب اللي هي موجوده في الجرام. هو دايما بنسمع الكومبيتيتور بتاع الدي ان ايه هو ليهي، اجيب دي ان ايه ولا اجيب ييهي، والاثنين قريبين من بعض بس فرقت. ايه اللي حصل للييهي ولا ايه اللي راح فين الييهي؟ حلو قوي السؤال ده. انا لما جبت يا مروان سيره الجيني تشيب، هي اقرب للدي ان ايه من حيث اللي ليها سوفت وير بتوصله وبتعمل من عليه ابديتس والحاجات كلها بتاعت الجيني تشيب، وهي اقرب للدي ان ايه في الموضوع ده. الييهي عامله بالظبط يا مروان زي اللي انت مثلا بتحب العربيه المرسيدس، انا بحب البي ام دبليو، انا بحب المرسيدس، انت بتحب البي ام دبليو، نفس الفكره. وصلت. بس في حاجه لازم نتكلم عليها، حاجه مهمه جدا. الحاجه ديت ان التمبريتشر كنترول بتاعت الدي ان ايه احسن كتير جدا من الييهي. بالعكس الباور في الييهي احسن كتير من الدي ان ايه، بس هما الاثنين شبات جامدين جدا، سعرهم اي نعم غالي، بس مود فعلا حلو جدا وادائه حلو جدا، وفعلا هتبقى يعني اللي هيبقى ماسك ييهي او هيبقى ماسك دي ان ايه هيعرف فعلا الفرق ما بينه وما بين اي شيبس موجوده تانية في اي مود تاني. ويمكن الييهي فيها فكره صغيره، لان الييهي ملهاش سوفت وير اللي انت بتسطب عليه المود، يا دوبك هو بيبقى اسهل شويه يعني. بالظبط. طيب بما ان احنا اتفقنا ان مفيش حاجه اسمها مود دي ان ايه، في حاجه اسمها التشيب دي ان ايه. مظبوط. اختار ازاي ما بين المودات؟ يعني المودات الدي اللي فيها دي ان ايه تشيب دي بالهبل زي ما انت قلت، الريبان والبوكس والفايندر والكلام ده كله واكسترا، في حاجات كتير جدا. ايه اجيب ايه؟ طب بص يا معلم، هي التشيبات اللي معروفه في الدي ان ايه، الدي ان ايه اول ما اتعملت على 40 وات، ودي كانت موجوده في المود يمكن معظم الناس ما تعرفوش قوي، هو كان موجود في اتش سيجار اتش بي 40، تمام؟ ودي كانت اول دي ان ايه تشيب 40 كانت نزلت، وما كانش ليها اي سوفت وير ولا اي حاجه، يا دوبك كنت بتجيب الباتري بتاعتك، هي كانت سنجل باتري، كنت بتجيبها تحطها في المود وتبتدي تبيب. بعد كده حصل تطور، بقينا في دي ان ايه 200، تمام؟ دي ان ايه 200 ديت نزلت في وزمك، ودي حاجه الناس كلها تقريبا عشان تبقى قريبه من الناس، هي نزلت في وزمك دي ان ايه 200، كان مود، كان بالك كده، كان 3 باتريز، وكانت اخرها كانت ال 200 وات، تمام؟ بعد كده نزل دي ان ايه 133. طب ايه ال 133 وال 200؟ هي نفس الشيب، بس دي شغاله 3 باتريز ودي شغاله 2 باتري. تمام. بعد كده حصلت الطفره والناس ابتدت تتطور، نزلوا الدي ان ايه 250. الدي ان 250 هتلاقيها موجوده في الفايندر. الفايندر دوت عباره عن مود بالكي برده شويه، بس يعتبر خفيف.
نزل فيه 3 باتريز وهو ده كانت الدي ان اي 250. واجنست او المود الثاني اللي نزل في وشه هو كان الدي ان اي 166، كانت نفس الشبايه الدي ان اي 250 بس نزلت على شبايه بقت 166 عشان خاطر المود 2 باتريز بالظبط. طيب جميل، احنا كده اتكلمنا عن شبات، اختار مود ايه؟ يعني اجيب مود ايه؟ المود على حسب اللي انت عاوزه منه، يعني ما ينفعش نقول لحد لا روح للمود ده او اختار المود ده، المود على حسب. انا ماسك لوست فيب دي ان اي 166 وبالنسبه لي ده النيدز بتاعتي، ده اللي انا عاوزه. انا ما بعلاش عن ال 120 او 130 واط، تمام؟ فانا بالنسبه لي 166 مش مزعلاني في حاجه، والباتري بتاعتها بتقعد تقريبا اليوم كله، فهي على حسب انت عاوز ايه او ايه المود اللي انت عاوزه. هل بتحب المود شكله يبقى بالك؟ هل بتحب المود يبقى شكله صغير في ايدك هاندي تحطه في جيبك وانت ماشي او الحاجات دي كلها؟ فهي ديبند على الشخص ذات نفسه، لكن ما مش عارف اقول لك لا روح للدي ان اي كذا كده، نفس الشيبسات بس على حسب المود بالظبط كده بالظبط. طيب هيثم، بما انك انت يعني زي ما بتقول بقالك 5 سنين بتفيب، يعني احكي لنا بدات ازاي؟ والله يا بص يا مروان، انا في يوم كده من الايام كان اول يوم رمضان تقريبا، وقررت ان انا لازم ابطل سجاير. كنت ابتديت اتعفن من السجاير جدا، وكنت ابتديت ان انا احس يعني بحاجات كتير جدا، منها ما كنتش بعرف اطلع السلم ايام ما النور كان بيقطع، تمام؟ وانا ساكن في ال13، فكان الموضوع بالنسبه لي زي الزفت. فقررت ان انا لازم ابطل السجاير. جنب شغلي في صيدليه، دخلت لقيتهم عارضين بتاع كده في جراب. بالنسبه لنا كانت حاجه رائعه بالظبط، كانت ايجو تي وعليها اوتومايزر، كان شكله غريب تمام. فقلت له ايه ده؟ قال لي ده سجاير الكترونيه. طب ايه يا عم بكام بتاع؟ كان رقم خيالي. كان اشتريت الست كلها بليكويد معفن صيني كده، كان موجود، كانت الست كلها كانت حوالي مكلفاني 500 جنيه تمام. هو اللي تشارجر بتاعها الغريب، ما يجيبوش تانك دلوقتي اصلا يعني حاجه جميله جدا بالظبط. بس طبعا من الكلام ده من 5 سنين، ف 500 جنيه دي كان رقم. جربتها طبعا، كان كنت هبطل فعلا الفيبنج خالص بسبب القرف اللي انا كنت شايفه من البتاع دوت، بس قلت لا انا هستمر واشوف ايه اللي هيحصل لغايه الاخر. ابتدى بقى المدات تطلع وابتدى الحاجات تظهر جديده. كان في السبانر كنت بتقعد تغير الواتج بتاعتها من تحت والحاجات ديت كلها. وبعد كده دخلت اول مود اشتريته في حياتي، كان هو الاتش سيجار الاتش بي 40 دي ان اي، وده كان اول مود انا جبته في حياتي. وجبت كان عليه كانجر تاك، طبعا الملك كانجر تاك بس. وابتديت افيب وعجبني الموضوع، ابتديت اعمل كويلات على ايدي، وابتديت ان انا اعرف الدنيا ماشيه ازاي والحاجات ديت كلها، من الفيديوهات من على اليوتيوب والحاجات ديت كلها. طب هيثم، دلوقتي في اشاعه ماشيه في السوق المصري بتاعه عن الموضوع الدي ان اي اللي هو مكلكع، ولا يا عم يعني قدامي كذا حصل كذا موقف اللي انا ايه، حد يبقى قدامه مثلا مد فيه مد دي ان اي وبسعر كويس وما يشتري، يخاف يقول لا يا عم موضوع مكلكع وبتاع، فهل الكلام ده فعلا صح ولا ايه نظام؟ بص يا مروان، انت ممكن عادي جدا تفك المد من البوكس وتحط فيه الباتريز بتاعتك وتبتدي تشرب زي المد زي المد، بس مش هتاخد البنفيتس بتاعت الدي ان اي، يعني هتبقى ماسك مود زي اي مود موجود في السوق بس نضيف شويه بس دي تجري اعلى بس مش مفيش اي حاجه استفاده من الدي ان اي اللي معاك خالص. الرامب والحاجات اللي هي الجميله بتاعت الدي ان اي مش هتقدر ان انت تستفاد منها غير لما توصل الدي ان اي بتاعك بالايسكرايب. الموضوع كله يا مروان بياخد 1 مينيت، يعني تظبيطه الدي ان اي لو انت مش عاوز تخش في مور ادفانسد حاجات، الموضوع كله بياخد 1 مينت تظبط فيه الباتريز بتاعتك والحاجه بتاعتك، تشيل تانبلوك تحط التانك وتبتدي تفيب. طب واحده واحده طبعا الناس يعني بص احنا نسيب بقى، احنا نبتدي ممكن نبتدي بقى نشرح للناس يعني ايه سكرايب وازاي انت نعمل الكلام اللي انت بتقول عليه. تمام، تعالى ندايف داون كده ونشوف على السكرين. يلا بينا. ده منظر الاي سكرايب بعد ما احنا بنعمله داونلود وبنعمله سيت اب على الكمبيوتر بتاعنا، تمام؟ هنا طبعا في دي ان اي كتير جدا، شيبات كتير جدا، او 60 ولغايه 250، بس احنا اول ما نوصل المود بتاعنا هو البروجرام ذات نفسه بيباك اب الشيبايه اللي موجوده جوه المود، تمام؟ فدلوقتي احنا هنوصل المود
المفروض اول ما يوصل هيلقط على طول صح؟ مظبوط. دلوقتي عشان احنا بنستخدم دي ان اي 250، فهو كده كده البروجرام ذات نفسه عمل بيك اب للشبايه اللي جوه، هندوس له هنا اوكي. وهنا لو عاوز تعمل رينيم للمود بتاعك على الكمبيوتر عشان تبقى يعني اي حاجه ممكن معاك كذا مود او حاجه كده يعني. بالظبط، هدوس له اوكي. بص يا مروان، هنا هتطلع لنا بقى يلا الحاجات الغريبه اللي انت شايفها دي. تمام، بص يا مروان، قبل ما نبتدي اي ستيب في بس حاجه صغيره عايزين نتكلم فيها بسرعه. دلوقتي لو حد شاري مود يوزد من حد من صحابه، ايوه تمام، نركز على النقطه دي. فهنعمل ايه؟ انا دلوقتي صاحبي دوت او الراجل اللي انا كنت شاري من عنده المود، هو عامل سيتنجز بتاعته بتاعت الباتريز بتاعته بتاعت حاجته كلها، وعامل السيتنجز بتاعته على المود. تمام، فاحنا دلوقتي عاوزين نحط السيت اب بتاعنا على حسب الباتريز وعلى حسب الحاجات اللي معانا. خلاص، هنعمل ايه؟ في كلمه هنا اسمها ريستور ديفولت. تمام، ريستور ديفولت ديت هنتك عليها، هتعمل ريستور للديفايس كله، زي بالظبط لما بتكون جايب موبايل مستعمل مثلا من اي حد من محل، وبتاخده وتعمل له فاكتوري سيتنجز. تمام، فهو بالظبط ده اللي احنا هنعمله هنا. خلاص، اول ما نتك على كلمه ريستور هنا الديفايس هيعمل ريستارت، وبكده اللي انت تكون مسحت كل الداتا اللي صاحبك اللي انت شاري منه المود او الراجل اللي انت شاري منه المود اتمسحت من عند الناس. اكني لسه فاتحها بالظبط من العلم. بالظبط كده، خلاص تمام. طيب بعد الستاب دي احنا بنعمل ايه؟ بنطلع هنا على اوبشنز، بننزل لحاجه اسمها يوزر انترفيس، وفي حاجه اسمها مانيفاكتشر تحت يعني. تمام، خلاص ماشي. لما نتك عليها في تاب هتظهر لنا جديده اسمها مود. تمام، خلاص هنتك عليها، هتفتح لنا بقى البيج الغريبه دي. تمام، هنعمل ايه؟ هنخش تحت هنا في كلمه وات اور كالكوليتر، هنتك عليها، هتطلع لنا ايرور مسج كده. الايرور مسج دي بما معناها يعني اللي انت بتسطب الباتري بتاعتك مانيوال. تمام، مش بتخليها حاجه، دي احنا بنتكلم فيها بعدين. جميل، هنتك هنا يس. طيب دلوقتي ايه ده بقى؟ اول حاجه هنا هو بيسالك عليها، هو بيسالك على الكباستي بتاعت الباتري بتاعتك. يعني ايه كباستي؟ يعني الملي اور امبير بتاعت الباتري. خلاص، كل باتري احنا بنستخدمها بيبقى ليها ملي اور امبير بتاعتها. خلاص، يعني مثلا ال جي هي 3000، ال اي دبليو تي مثلا 3000، السوني ال في تي سي 5 مثلا 2600. تمام، فهنا هو بيسالك على الملي امبير بتاعت الباتري بتاعتك كام، على حسب ان كل بطاريه بتاعتك استعملها كاستم. بالظبط، تمام. خلاص، انا مثلا بستخدم ال جي البراون، هقول له هنا 3000. جميل، خلاص. طيب تحت هنا بيسالك في التاب ديت، بيقول لك هو كام باتري سيل عندك، يعني انت بتستخدم المود بتاعك ده بطاريتين ثلاث بطاريات زي ما قلنا، على حسب المود بتاعك. بالظبط، تمام. فانا طبعا عشان بستخدم ال 166 اللي هي اللاست فيب، فهنكتب هنا تو باتريز. تمام، طيب اللي تحت دي عاوزك تركز معايا في الحته دي كويس قوي. خلاص، كل باتري بيبقى ليها فولتج معين. تمام، الفولتج ديت اللي هي 3.7. خلاص، تمام. احنا هنا بنستخدم بطاريتين، فلو كانت لو قلنا 3.7 بلس 3.7 هيطلع لنا 7.4 اللي هي مكتوبه تحت هنا. لو 3 وهكذا. بالظبط، لو 3 هيبقى 3.7 بلس 3.7 بلس 3.7 هيطلع لنا 11.1. تمام، خلاص. بعد ما نخلص الحته دي كلها هندوس له هنا اوكي. خلاص، هو طبعا الديفايس او انا اسف، طبعا هو البروجرام ذات نفسه بيبقى عامل كالكوليشنز معينه للملي اور امبير بتاعت البطاريه اللي هم 2. هو دي حاجه تكنيكال مش لازم نخش فيها، بس هو بيبقى عمل لها كالكوليشن معين وطلع لنا الارقام الموجوده ديت. هنقول له يس زي الفل. اوكي، دوس يا معلم. بس هنا كتب، خلاص كتب لك الكباستي بتاعت البطاريتين ال 3000 22.2. خلاص، ده اللي احنا محتاجينه، وده اللي احنا محتاجين نعرفه من الجزئيه ديت. زي ما احنا اتكلمنا يا مروان في الاول خالص، ده بيجينر جايد بس، هو بيجايد يو ثرو اللي انت لو معاك ديفايس وعاوز تعمل له سيت اب سريع وبتبتدي تستخدم الدي ان اي والبنفيتس بتاعت الدي ان اي زي الرامب اب والحاجات ديت كلها اللي احنا اتكلمنا فيها، تبقى هو ده البيجنر جايد بتاعك. يعني بمعنى اصح ده اي بي سي دي ان اي. بالظبط كده، تمام. في اخر ستيب هنعملها دلوقتي هي اللي احنا خلاص احنا عملنا حاجتنا وعايزين بقى نعمل لها ابلود للديفايس بتاعنا عشان يبتدي يشتغل. تمام، خلاص. في كلمه هنا فوق اسمها ابلود سيتنجز تو ديفايس. جميل، هنتك على ابلود سيتنجز تو ديفايس، هيطلع اللي احنا عملنا له سيفنج دوت او اللي احنا عملناه، كل اللي احنا عملناه في البروجرام هنا هيبقى ابلودد للديفايس بتاعنا، وبكده نقدر ان احنا نشتغل على دي ان اي او بالبنفيتس بتاعت الدي ان اي. خش يا معلم دوس. بس
كده الديفايس بتاعي راستر، هو كده بيعمل فيريفاي من السيتنجز، بيعمل لها ابلود، وكده بكده نكون احنا خلصنا. يلا بينا نطلع فيس تايم ندردش شويه في الكلام اللي احنا قلنا عليه. يلا بينا. ورجعنا لكم تاني بعد ما خلصنا الاسكرايب. الموضوع طلع سهل وبسيط، انا كنت خايف بصراحه. قلت لك يا معلم، هي بس المشكله كلها في الناس اللي بتقعد تقول لك لا يا معلم ما تجيبش الدي ان اي، دي ان اي صعبه، السيت اب بتاعها كومبليكيتد قوي، الكلام ده كله. الموضوع اصلا سهل جدا. بس حاسب يا مروان اللي احنا عملناه النهارده ده هو ده بيجنر جايد، يعني احنا بس عشان الواحد ما يبقاش عنده فير اللي هو يروح يشتري دي ان اي تشيب او يدفع الفلوس دي كلها في دي ان اي. تمام. في حاجات طبعا اكسبرت اللي انت بقى تسطب وتكستمايز الدي ان اي بتاعتك على حسب اليوسج اللي انت عاوزها او اليوسج اللي انت حابب اللي انت تطلعها من الشيب ديت، حاجه ادفانس شويه يعني. بالظبط. على حسب السيتنجز اللي انت عاوزها، على حسب التانكات اللي انت بتشرب عليها، على حسب الدريبرز اللي انت بتشرب عليها. في حاجات تانية طبعا مور ادفانس، بس احنا حبينا ان احنا نلم الموضوع بس في حته اللي هو اليوزر ذات نفسه ما يبقاش خايف اللي هو يروح يشتري دي ان اي من زي ما قلنا يعني اي بي سي دي ان اي. بالظبط كده. بالظبط. يعني معنى كده اللي احنا في جزء تاني هيبقى الادفانس ان شاء الله. ده وعد ان شاء الله باذن الله. طيب حلو جدا. هنعمل حلقه تانية ان شاء الله على الادفانس سيتنجز بتاعه الدي ان اي سكرايب مع هيثم برضو، هنجيبه من الجيم وهنقعده بعافيه. سامحنا في موضوعها عافيه ده. بس ان شاء الله الحلقه الجايه ان شاء الله هيكون فيها جزء تاني ادفانس سيتنجز للدي ان اي باذن الله. كده تكون اسئلتنا خلصت. اتمنى ان انتوا تكونوا انبسطتوا واستفدتوا من اللي هيثم قاله. هيثم مش عايز تضيف اي حاجه ثانيه؟ يا جماعه انا بجد عاوز اشكركم جدا اللي انا كنت معاكم النهارده، واللي انا كنت بحاول على قد ما اقدر ان انا ما اخليش الناس تكون عندها فير من الدي ان اي. وعاوز اشكر كريم ومروان ان هم فعلا بيتعبوا جدا عشان يطلعوا حاجه فعلا الناس تقدر تستفاد منها، سواء بيجينر او سواء حد ادفانسد. في حتى انا بستفاد من الفيديوهات بتاعتهم في حاجات معينه. فبجد جود جوب يا جماعه، واستمروا. فما بلاش الموضوع التقطيع ده كتير، خلينا على طول في ريفيوهات وعلى طول في حاجات، ان انا فعلا في حاجات كتير جدا انا فعلا بستفاد منها من الفيديوهات اللي انتوا بتعملوها. والله يا سامح فعلا بنحاول قد ما نقدر، ربنا يقدرنا ان شاء الله. الله باذن الله ربنا يوفقكم ان شاء الله وربنا يبقى معاكم. بس هي كده احنا انت معانا المره الجايه باذن الله. هناخد واحده مكاننا قدام الناس. خلاص يعني. بعد. وبكده تكون حلقتنا خلصت. كان معاكم مروان من دليزي بويز. هيثم محمد. لو عجبك الفيديو دوس سبسكرايب على اليوتيوب، وهتلاقي تحت في الديسكربشن لينك للفيسبوك بيج وانستجرام بيج، وهنسيب كمان لينك للسايت بتاع ايفولف تنزل من عليه، تقدر تنزل من عليه الاسكرايب. هيثم تعبناك معانا وشكرا جدا. انا مستني منك زياره ثانيه باذن الله. حبيبي مروان. تصبحوا على خير.